في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها عبر إقليم المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بغليزان، تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي الأزرق من الإطاحة بشبكة إجرامية متكونة من 4 أشخاص تنشط في مجال التزوير وطرح الأوراق النقدية المزورة من العملة الوطنية، حيث تم حجز 1,394,000 دينار جزائري من فئة 2,000 دينار جزائري مزورة، وبالإضافة إلى طابعة نوع كانون للنسخ والطباعة بالألوان وآلة القطع للأوراق. المشتبه فيهم سيتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من التحقيق، ويبقى الرقم الأخضر 1055 وموقع الشكاوى المسبقة BPGN MDN DZ في خدمة المواطن 24 ساعة على 24 ساعة.